وللوقوف على الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين واستمرار سياسة اغتيال النشطاء، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية ناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بك سيدي. تحية طيبة لك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. بعد استشهاد متظاهر وإصابة آخرين برصاص القوات الأمنية في الناصرية، باعتبارك تتواجد في محيط ساحة الحبوبي، كيف تبدو الأوضاع هناك حاليا؟ بدأ التصعيد منذ يوم الاثنين الماضي، حيث طالب أبناء ذي قار ومتظاهري ساحة الحبوبي محافظ ذي قار ناظم الوائلي بالاستقالة بسبب تلفئه وعدم تمكنه من تنفيذ مطالب المتظاهرين التي انطلقت من أجلها الثورة منذ 1 أكتوبر 2019، حيث أتى ناظم الوائلي ولم يقدم شيء، وهو بالتالي قد أنجته الأحزاب الفاسدة. وكل ما طالبه أهالي ذي قار بعدم تنفيذه مطالب المتظاهرين وتلفؤ المشاريع في المحافظة، يقول بأن هناك جهات حزبية تبتزه ولكنه لا يستطيع أن يذكر هذه الجهات بالاسم خوفا على حياته. بعد أن فشل كاملا وعلم أبناء المحافظة بأن هذا المحافظ لا يصلح لهذا المنصب، طالبوه بالاستقالة إلى أنه لم يستمع ولم يذعن إلى مطالب المتظاهرين السلمين، حيث بدأت المطالب من يوم الاثنين، وتحرك عدد من المتظاهرين باتجاه ديوان مبنى المحافظة مطالبين إياه بالاستقالة، إلا أنه تردد في تقديم استقالته وقال بأنه قد تم تعيينه من قبل الحكومة وليس من المتظاهرين. الضغط الجماهيري استمر على المحافظ وقد سقط عدد من الشهداء والجرحى، وكانت الحصيلة في اليوم الأول عدد شهيد وعدد من الجرحى، وفي اليوم الثاني جرحى، وليلة البارحة كان هنالك تصعيد قد استمر من الظهيرة حتى المساء، ثم تجددت التظاهرات وتم إحراق عجلة تابعة لمكافحة الشغب، واستمرت المواجهات إلى وقت متأخر من الليل، ثم انسحب المتظاهرين السلميين وعاودوا اليوم إلى ساحات التظاهر وهم غاضبين على الوفد الذي تفاوض مع خلية الأزمل، باعتبار أن هذا الوفد لم يتفق مع المتظاهرين ولا يمثل المتظاهرين من شيوخ أو شخصيات تدعي انتمائها إلى الساحة. وقال المتظاهرون بأن هذا الوفد لا يمثلنا ونحن لا نلتزم بما قدمه الوفد من مطالب، نحن نريد محافظ مستقل، لا نريد محافظ حزبي. اي محافظ ترشحه الاحزاب فهو مرفوض، نريد محافظ مستقل وشخصيه قويه ومتمكنه وشخصيه اداريه وله الشجاعه ان يفصح عن الجهات الحزبيه التي تبتزه علنا وبالاعلام. نعم تفضلي سيدتي. نعم شكرا لك. رغم مرور 5 أيام على استشهاد المتظاهرين في الناصريه وأزيد من سنة على استشهاد المتظاهرين في ثورة تشرين، لا تزال حكومة الكاظمي تخفي تفاصيل هوية المتورطين بالقمع ضد المتظاهرين السلميين، كيف يمكن تفسير ذلك؟ لا يمكن الإفصاح عن هوية القتلة والمجرمين، لأن الحكومة هي بصراحة هي حكومة ميليشياوية، والسيد الكاظمي بالذات هو من انتجته هذه الحكومه وهذه الميليشيات وهذه الاحزاب، وذاك المكونين الذي انتج عادل عبد المهدي هو الفتح والسائرون، هما ذاتهما الذي انتجه السيد الكاظمي، والسيد الكاظمي لم يقدم شيء ولا يستطيع ان يقدم شيء ولا يستطيع ان يفصح عن الجهه التي قتلت المتظاهرين. هو يعتبر نفسه بأنه قد أتى إلى المنصب مجرد لتنظيم الانتخابات ولتهويج ساحات التظاهر، على اعتبار أن السيد عادل عبد المهدي تمت إقالته وقد تم تبديل رئيس الوزراء استجابة إلى مطالب المتظاهرين. سيدتي الكريمة، مطالبنا ليس هكذا، نحن لم نطالب بتبديل رئيس وزراء أو تغيير محافظ أو تغيير مسؤول بالدولة، نحن خرجنا إلى ساحات التظاهر لتغيير طبقة سياسية فاسدة بالكامل
نحن لا يهمنا ولا يمثلنا احد في الدوله ولا نشارك في الانتخابات المقبله نهائيا. هذا هو قرارنا كمتظاهري ساحه الحقوبي. نحن نطالب بازاله نظام فاسد كامل. ماذا يعني ان يبدل يعني يستبدل او يغير مسؤول او رئيس وزراء او محافظ؟ هناك احزاب حاكمه، هناك جهات متنفذه، هنالك حكومه ظل هي من تملي على رئيس الوزراء، وهذه حكومه الظل هي حكومه حزبيه، هي من تملي على رئيس الوزراء وعلى المسؤول في الدوله وعلى المحافظ وعلى اي جهه ولها نفوذ في هذا ولها السياق بالحديث عن هذه المؤسسات. المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت سيد كاظم، فقط لو تسمعني. في هذا السياق بالحديث عن مؤسسات الدولة، كانت منظمة Human Rights Watch الحقوقية علقت على عمليات قتل المتظاهرين بأنه يجب محاكمة فرق الموت بعيدا عن أي تأثير سياسي. إلى أي مدى يتمتع العراق بقضاء نزيه لإدارة محاكمات عادلة لمرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين؟ لا يمكن محاكمة قتلة المتظاهرين، ولا يمكن محاكمة هذه العصابة في ظل وجود عصابات حزبية وسلاح منفلت يهيمن على الدولة. طبعا القتلة لا يمكن أن نقول أن تتم محاكمتهم وينتهي الأمر، هناك مشغلين، هناك جهات هي من تديرهم وهي من تمولهم، وهنالك شخصيات يعني أو جهات هي من تخطط، وهنالك دول هي من تخطط الى هذه العمليات، وما هؤلاء الا هم اداء بيد هذه الجماعات. فلا يمكن للكاظمي ان يفعل شيء، ولكن يمكن للحكومه ان تقدم شيء. كل ما نطالب به هو ازاله العمليه السياسيه وتشكيل حكومه نزيهه بعيد عن المكونات والاحزاب، ولها السلطه والقوه ان تعلن عن من هو القاتل ومن هو المقصر ومن هي الجهات التي تتبع البلد نحو المجهول. من جانب المتصل، ليلة البارحة أيضا هنالك موجة جديدة من محاولات الاغتيال إلى نشطاء ومتظاهرين سنيين. طالت الشيخ شيخ قبيلة عبودة في العراق والوطن العربي الشيخ حسين علي الخيول، حيث نجرى من محاولة اغتيال غادرة، وقد أصيب سائقه الشخصي بجروح وتم نقله في الحال إلى المستشفى. حالات الاغتيال والاستهدافات و التهديدات مستمره لا زالت، ما لم يتم القضاء وحصر السلاح بيد الدوله والقضاء على الميليشيات. لا يمكن للدوله ان تقدم شيء، ولا يمكن للسيد الكاظمي ان يقدم شيء. لا اعتقد هناك يعني شخص عاقل يعتقد بان الحكومه هذه ستقدم شيء وستعلن عن قتله المتظاهرين وستظهر حقوق الشهداء. لا يمكن، سنه ونصف تقريبا نحن قاربنا من السنة والنصف على انطلاق ثورة تشرين، الحكومة لم تقدم شيء، لا عادل عبد المهدي ولا السيد الكاظمي ولا من يأتي خلف السيد الكاظمي، من يأتي بعد السيد الكاظمي أيضا لا يقدم شيء. شكرا جزيلا لك ناشط في تظاهرات كاظم ماجد، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة الناصرية.